قلوب قلبي إليك أميل، فلا تدع قلبي عن هواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم، حلقة جديدة من قلب جديد. قلب جديد معادنا مع بعض كل يوم أربع الساعة 9:15 إن شاء الله على الهواء مباشرة، نتكلم مع بعض وندردش مع بعض ونكتب مع بعض طلب جديد. كلنا عايزين نشتري قلب جديد. قلوبنا فيها مشكلات، قلوبنا فيها عقبات، قلوبنا فيها أمراض، ولكن الحل موجود، ما من داء إلا وله دواء. كلنا بندور على قلب رباني، قلب فيه الإيمان، قلب فيه تقوى، قلب فيه حب، قلب فيه تسامح، قلب فيه رضا، قلب فيه جمال، قلب فيه سعادة. كلنا بندور على السعادة وعلى الجمال وعلى التسامح وعلى العفو وعلى نظرة رحمة من ربنا سبحانه وتعالى يكلل بيها استعانتنا به ومجهودنا بين يديه سبحانه وتعالى، أنه يتقبل مننا وينظر إلينا نظرة رحمة لا يعذبنا بعدها أبدا. ده بيوصلنا النهاردة. المرة اللي فاتت اتكلمنا على قوانين القلب، واتكلمنا شوية في المشغول لا يشغل والملتفت لا يصل، واتكلمنا إذا انشغل القلب بالخلق انشغل عن الخالق، واتكلمنا في المعاني الجميلة دي. وبعض أصحابنا بعتولنا رسائل وبعتولنا بعض الأسئلة والاستفسارات، واحنا كمان هنرد عليهم في الحلقه اللي جايه على الاستفسارات كتيره هم بعتوها ولازم نرد عليهم في الحلقه اللي جايه. النهارده عايزين نقف ونتكلم شويه على اهم حاجه في قلوبنا عامله ازاي. اهم حاجه في القلب انه يعرف اللي خلقه، انه يعرف ربنا سبحانه وتعالى. لذلك النهارده عنوان الحلقه بتاعتنا اللي هيظهر ويبقى مكتوب قدامنا كلنا: قلبي يعرف ربي. قلبي يعرف ربي، قلبي هيعرف ربنا. جه الوقت، انا مش بشكك في اي حد ان هو مش عارف ربنا، ولا بشكك في اي واحده بتسمعنا اطلاقا. احنا كلنا نسال الله سبحانه وتعالى يعني نكون على يعني على دين وعلى خلق وعلى ايمان وعلى يعني ثقه في رضا الله سبحانه وتعالى وحسن ظننا الكبير به. ولكن النهارده محتاجين نقف وقفه مع القلب، نعمل رسم قلب. يا قلبي انت تعرف ربنا بجد؟ انت واخد بالك من كده؟ يا قلبي انت مركز مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه ده انا عندي مشاكل وعندي ابتلاءات وعندي امراض وعندي عقبات، فهل يا ترى معنى ان انا عندي ابتلاءات وعندي امراض وعندي عقبات وتعبان ومش قادر ان يا رب انت ما بتحبنيش؟ اسال قلبك كده. هل قلبك بيقول لك ربنا ما بيحبكش؟ هل قلبك بيقول لك ربنا لو كان بيحبك كان خلاكي احسن من كده وكان هداكي وكان خلاكي؟ اه في ناس بتقول كده. في شاب بيسمعني دلوقتي ومقتنع ان ربنا مش بيحبه، لانه بيقول لو كان ربنا بيحبني كان خلاني اصلي، كان خلاني امسك المصحف، كان خلاني احفظ ايتين، كان خلاني عندي اخلاق كويسه، كان اسعدني حتى في حياتي، كان رزاني بشغل. عايز اقول له هو احنا اتخلقنا اصلا الا بين نعمه عشان نشكرها، وبين ابتلاء علشان نصبر عليه، فربنا يبتلينا، فلما يلاقينا سبحانه وتعالى ان احنا راضيين ومسامحين ويعني فرحانين بقضاء ربنا معانا، رغم انه تعبنا وانه في مشكله وان انا مش قادر وانا انسان ضعيف وخلق الانسان ضعيفه، بس لما ربنا عز وجل يطلع علينا لقينا راضيين يرضى عننا فيفتح لنا الابواب. بالظبط يا جماعه لما يكون ميه كده ماشيه في ماسوره بعدين جت حته كده قفلت قوي فبقى في ضغط غير طبيعي، ففهمنا ان الميه مش هتوصل، الميه اتقفلت عليها، انما بعد شويه اتفتحت وغرقت الدنيا والخير بقى زايد. كذلك الابتلاء يجي يفلتر، يجي يعدل المعادلات، يركب المعادلات مكانها. انت كنت غفلان ليه؟ انت مش واخد بالك ليه؟ انت ناسي ليه؟ اه يبقى احنا محتاجين ان احنا نقف مع قلوبنا من جديد. محتاجين النهارده قلبي يعرف ربي. طب تعالوا كده في الاول علشان نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى حياه مختلفه. بجد قلوبنا كده تعيش في رحاب الله كده، حب يعني واستسلام وخضوع وتذلل وانكسار جميل. مفيش أجمل في الدنيا دي من لحظة دمعتك تنزل على خدك وانت بتقول يا رب. مفيش أجمل في الحياة دي من سجدة وانت سجداها ودمعتك تنزل وانت سجدة وتقول يا رب. مفيش أجمل من آية نسمعها فتعلم في القلب، فالقلب يتحرك، فتلاقي العين اتحركت، فالجسم يقول يا رب أنا آسف، أنا ندمان على أنا عملته. علشان كل واحد الدنيا واخداه واصحابه شغلينه
وفلوسه احيانا بتعطله، وانشغاله بلقمه العيش وهيجي لي كام وعليا كام، واقساط العربيه واقساط الشقه واقساط وعايز اتجوز طب انا عايزين نقف وقفه يا جماعه، نشوف المشكله دي عندنا كلنا ولا احنا فعلا قلوبنا عارفه ربنا بجد؟ تعالوا كده نحسبها، كل واحد بيسمعني وكل واحده بتسمعني دلوقتي تشوف حجمها وانت تشوف حجمك بالنسبه للمكان اللي انت فيه، انت قد ايه؟ قد ايه في الغرفه دي؟ وانا قد ايه في الاستوديو ده؟ وده قد ايه في النادي؟ وده قد ايه في طب البيت اللي انت فيه، الشقه بقى اللي انت جواها دي قد ايه من البيت؟ طب البيت ده قد ايه من الشارع؟ طب الشارع قد ايه من الحي؟ الحي قد ايه من المحافظه؟ قد ايه من مصر؟ مصر قد ايه من قاره افريقيا؟ طب افريقيا قد ايه من الكره الارضيه؟ طب الكره الارضيه قد ايه بالنسبه للشمس؟ طب الشمس بالمجرات بالمجموعه الشمسيه قد ايه بالنسبه للمجرات التانيه لدرب التبانه وغيرها؟ طب كل ده بالنسبه لملك ربنا قد ايه؟ انت فين؟ انت شايفك؟ انت واخد بالك منك؟ انت حاسس بنفسك؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، لا هنعرف نعمل دي ولا هنعرف نعمل دي، بس لما ننكسر ونتذلل لله ونخضع له سبحانه وتعالى ونقف على باب ونخبط يا رب يا رب، الباب يتفتح. ولما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الباب وانت متذلل ومنكسر يعزك، ولما ربنا عز وجل يعزك محدش يعرف يذلك، ولما ربنا عز وجل يعطيك محدش يقدر يمنعك، ولما ربنا عز وجل يفتح عليك محدش يقدر يوقف الفتح، ولما ربنا عز وجل يرزقك محدش يقدر يمنع عنك قرش ولا لحظة ولا ثانية من عمرك ولا من قرشك ولا من حياتك. عشان كده قلوبنا محتاجة ترجع تقف على الباب وتخبط عشان تعرف ربنا كويس، وده موضوعنا مع الحلقة النهاردة، قلبي يعرف ربي. تعالوا نسأل الإمام الشافعي لما راح لواحد بيكلمه فبيسأله بيقول يا إمام كيف أعرف الله؟ أنا عايز أعرف ربنا، أعرفه إزاي؟ فقال الإمام الشافعي يا هذا انظر إلى هذه الشجرة، أنا عايزك تبص كده، ركزوا معايا يا جماعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بص على الشجرة دي، انظر إلى هذه الشجرة تأكل منها دودة القز فتخرج لنا حريرا، تأكل منها دودة القز تطلع حرير، تأكل منها النحلة فتخرج لنا عسلا، تطلع لنا عسل، تأكل منها الفراشة فتخرج لنا مسكا، وتأكل منها البهائم فتخرج لنا روثا. هي نفس الشجرة، تأكل منها دودة الأز تطلع لنا حرير، تأكل منها النحلة تطلع عسل، تأكل منها فراشة تطلع لنا مسك، تأكل منها البهائم تطلع لنا روث. فقال الإمام الشافعي فسبحان من وحد المصدر، يعني الشجرة، من وحد المصدر وعدد منه المخارج، وكل حاجة ليها حاجة تانية. هل احنا بجد قلوبنا عارفه ربنا بالمعنى ده؟ بالقوه دي؟ بالفكره دي؟ بالمعنى القوي ده؟ احنا فعلا قلوبنا محتاجه وقفه، محتاجه تتغسل من جديد. طيب الامام ابن القيم بيقول ان احنا نعرف ربنا عز وجل عن طريق حاجتين. الحاجه الاولى ان احنا نعرف ربنا عز وجل عن طريق اياته. اياته يعني القران، نقرا القران ونتدبر فيه ونعرف معانيه ونتفكر. أن ننظر في آياته، والطريقة الثانية أن ننظر في مفعولاته. ده جوعني عشان أعرف قيمة الجوع وأحس بالفقراء، ده أنا عطشت عشان أحس بقيمة الناس اللي تعبانة وشغالة في أماكن بعيدة مش لاقية المية بسهولة ولحد النهاردة ما عندهمش في بيتهم برضو حنفية مية، ده أمرضني عشان أعرف قيمة الصحة اللي أنا كنت فيها وغيري تعبان من يوم ما اتولدت، ده انا كنت بتحرك ونشيط وجسمي كله تعبان ومش قادر اقوم ولا اتحرك ولا مد ايدي، عشان تعرف قيمة ان انت بتدخل الحمام لوحدك محدش بيساعدك وفي حد تاني لازم حد يدخل معاه. النظر في مفعولاته. احنا بجد قلوبنا محتاجة تتغسل. قلبي يعرف ربي عنوان واضح. يا رب انا جاي لك، يا رب انا الدنيا تعباني وشغلاني واخداني، بس انا دلوقتي بقرر ان انا هكون واقف على الباب مهما كان. انا ضعيف ومسكين وغلبان وعارف ان انا عندي مشكله، ان انا الدنيا واخده مني وعيالي انا خايف عليهم
وولادي وشغلي فيا رب يعني ساعدني يا رب، ساعدني اعدي المنعطف ده، ساعدني ان انا استعين بيك، ساعدني ان انا ساعدني. هيقف جنبك، هيساعدك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل سيدنا معاذ بن جبل لليمن قال يا معاذ اذهب الى اهل اليمن فانهم اهل كتاب، فاول ما تامرهم به ان يوحدوا الله، لا اله الا الله، وحدوا لا جماعه، ان هم يوحدوا ربنا سبحانه وتعالى. لو وحدوا ربنا عز وجل بقوه وبفهم وباخلاص وبيقين وبمعرفه وبعلم، يبقى الحياه اختلفت، الدنيا نورت، القلوب اتحركت وصحت من جديد. ثم اكمل له النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش روح بقى يصلوا ويصوموا ويزكوا، لا، فقال النبي فاذا عرفوا الله، طب لو ما يعرفوا ربنا بقى، فاعلمهم انه كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليله الى اخر الحديث، والحديث في الصحيح. يبقى المعنى هنا فاذا عرفوا الله. في ناس بتصلي ومش حاسه بربنا وهي بتصلي. في واحد بقى له 10 سنين بيقرا قران ومش حاسس بطعمه. في واحده بتصلي بقى لها 10 سنين و5 سنين و20 سنه ومش حاسه بطعم القران. في واحد بيقرا قران ومش طايق، يعني مش قادر يستحمل يقرا اكتر من 10 آيات او ربع او جزء في اليوم، مش قادر. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لا يسال احدكم عن نفسه الا القران، محدش يسال عن نفسه الا القران، فان كان يحب القران فهو يحب الله ورسوله، وان كان يكره القران فهو يكره الله ورسوله. القرآن علامة، عنوان على معرفة ربنا، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. وفي أحلى ولا أجمل ولا أروع ولا أعظم من كلامه جل وعلا، من كلام الملك الذي يسمعنا الآن، إنه يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. يا رب نسألك في هذه الساعة سؤال المساكين، ونتضرع إليك تضرع الواجل الحزين. يا رب نسألك سؤال من كثرت ذنوبه وألجمته خطاياه وطغى عليه تقصيره، أن تغفر لنا وترحمنا وتصلح قلوبنا وتهدينا سبلنا وتنور لنا عقولنا وتحيي لنا قلوبنا وتوسع لنا أرزاقنا وتفتح لنا أبواب لمعرفتك لم نكن نعلم بها من قبل. ولا تحرمنا يا ربنا خير ما عندك، إلهي لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. يا رب نقسم عليك الآن ألا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، ولا تتركنا لأنفسنا، ولا تشغلنا في أنفسنا، ولا تشغلنا إلا بك، لا تشغلنا إلا بك، لا تشغلنا إلا بك. يا رب كل واحد بيسمعنا دلوقتي ينال اللي بيتمناه، وأكتر لما يدعيك دعوة دلوقتي من قلبه مخلصة خالصة. يا رب نقسم عليك كل واحد في قلبه حاجة بيتمناها حققها له، ما يعديش أيام ولا أسابيع إلا وتكون عنده وإنت راضي يا رب عننا فيها. ليه يا جماعة إحنا أحيانا بنفهم إن الدنيا كبيرة قوي والناس وحشة قوي والظروف وحشة قوي والحياة ملخبطة؟ ليه بنفهم أحيانا إن الظروف أكبر من أي حاجة والضغوط أكبر من أي حاجة والمشاكل أكبر من أي حاجة والدنيا أكبر من أي حاجة؟ إحنا محتاجين نقف في الحتة دي ونقول لا استنى، في ربنا. إحنا عارفين إن في ربنا، بس إحنا عايزين نقول يا رب ماليش غيرك. لما واحد عمل حادثة في مرة من المرات والناس كانوا بيقولوا طب يا جماعة الراجل ده ملوش أهل، فقال أحد الواقفين إن لم يكن له أهل فله رب. لو ملوش أهل نعرفهم دلوقتي فله رب يحميه ويحرسه ويصونه. لما الهم يجي لك ويضغط عليك ما تقولش يا رب الهم كبير، الهم كبير، الهم كبير، المشاكل كتير، الدنيا صعب عليا كبيرة قوي، ما تقولش كده. قل يا هم عندي رب كبير، الكبير المتعال، يا هم عندي رب كبير. افتح قلبك بقى، افتح قلبك وما تخليش الشيطان يقفل عليك ويزقك. مش عايز يفتح لك دلوقتي، انا عارف ان انت عايز تنزل دمعة وعايز قلبك يتحرك وعايز تقوم تصلي ركعتين توبة، أنا عارف. اوعى الشيطان يوقفك، اوعى شيطانك يقولك أبدا أنت سليمة وصح والكلام ده كله، كل البنات بتعمل زيك، مصاحبة أولاد أو مش عارف إيه. لا، أنت غير كل البنات وأنت غير كل الولاد وأنت غير أي حد. ربنا اختارنا في اللحظة دي، في الثانية دي، في الوقت ده،
ان احنا نقول الكلام ده، لان المتكلم رزقه هو رزق السامع. فاحنا دلوقتي مبتلين مختبرين من ربنا سبحانه وتعالى باللي احنا بنقوله، باللي احنا بنتكلم فيه. هل احنا هننتبه للي بنقوله وهنعمل بيه؟ هل احنا هنقول يا رب احنا سمعنا؟ هل يا رب احنا خدنا بالنا؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. ايوه، في ناس كتيره بتقول الكلام ده دلوقتي. في ناس فرحت قوي دلوقتي من قلوبها لما ربنا اطلع عليها وقال ايوه يا رب انا هعمل ده. احنا بجد كلنا محتاجين الوقفه دي. قلبي يعرف ربي، كل الناس محتاجه الوقفه دي. عشان كده لا عباده بلا معرفه. ايه قيمه بعض الحركات والركعات والسجدات والايات اللي محفوظه ما تتغيرش، وانا كده صليت بس مش حاسس بالصلاه، وانا كده قريت قران بس مش حاسس بيه، وانا بقول سبحان الله بس مش حاسس بمعناها. طب ما الطفل بيعمل نفس حركات الراجل الكبير اللي بيصلي بس ما بياخدش ثواب لانه بيقلد بس. فان كان على الحركات، في ناس من اكتر مننا تعمل احلى حركات، وان كان بالجسم والقوة والعضلات ففي ناس بيشيلوا حديد وكمال اجسام يعرفوا يصلوا ويسجدوا بدل الدقيقتين 10 ساعات. بس ليست العبرة بالجسد، وزي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الله عز وجل لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فما فيش عبادة بلا معرفة. لو انا مش عارف ربنا بجد من جوايا، بتقطع من جوه ان انا بحبه، بتقطع من جوه على ذنب انا بندم عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حطها لنا واضحه، الندم توبه، والحديث في الصحيح الندم توبه. الندم في حد ذاته توبه، خلاص ندمت دمعت يا رب خلاص مش قادر. لان ربنا عز وجل قال يا داود لو يعلم المدبرون عني حبي لهم وشوقي اليهم فقال يا رب هذا فعلك بالمدبرين فكيف يكون فعلك بالمقبلين عليك. طب يا رب انت بتعمل كده مع المدبر اللي مش في دماغه الغافل، فما بالنا بقى يا رب وحسن ظننا فيك بتعمل ايه مع المقبلين عليك. يا رب اجعل الساعة دي والوقت ده لحظة اقبال، لحظة فتح من عندك على قلوبنا بالتثبيت بحب الطاعة، بطرد كل شهوة وكل معصية وكل ذنب. يا رب افتح علينا من حيث لا ندري ولا نحتسب بكرمك وجودك وملكك العظيم. سبحانك لا إله غيرك. يبقى قلبي يعرف ربي، قلوبنا محتاجة تعرف ربنا. وده هينقلنا نقطة تانية. أحد التابعين بيقول إن المؤمن إذا عرف ربه أحبه، وإذا أحب ربه أقبل عليه. أقبل عليه خلاص، الأذان بيأذن أنا بصلي وفرحان إن أنا بصلي. مش واحد مأخر صلاة العشاء يقول لك العشاء هاملة زي الهم على قلبي. الأذان بيأذن يقول لك احنا لحقنا صلينا، لما الأذان ده دخل مش قادر يقوم يصلي بجد. بيصلي كده بيخلص يعني يلا عايز أخلص. نسي كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أسوأ الناس سرقة، وفي رواية أتدرون من أسوأ الناس؟ قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، بيسرق من صلاته، أي لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، بيسرق في صلاته. الشيطان بيضحك عليه بيقول له خلص يلا وراك مشغوليات، هو اللي ورانا ده هينتهي أبدا. كل مرة هصلي بسرعة علشان عندي ميعاد وعندي محاضرة وعندي وقت وعندي شغل وعندي. طب ما هو الشيطان هيعمل معاك كده، عمرك ما هتدوق طعم الصلاة ولا هتقعد قعدة حلوة بقى بجد إلا لما تاخد بالك من المعنى ده. وده اللي خلى الإمام الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله بيقول لا تحصل المحبة إلا بالمعرفة، ولا تحصل المعرفة إلا بالتفكر. لازم أقعد أفكر وتفكر في ملكوت الله، وانت ماشي كده تقول سبحان الله، وانت قاعد كده راكب عربيتك او ماشي في مواصلة انا بسلي نفسي بذكر بتسبيح. وحدد ذكر في اليوم، ما تحددش كذا حاجة عشان ما تتشتتش والشيطان يدخل لك يلخبطهم لك. ركز كل يوم في ذكر معين عيش عليه واقرا معناه واعرف ثوابه وفضله. ده من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طب وايه يعني؟ طب ما انا مش عايز نخلة واحدة، ده انا عاوز يكون عندي قصور في الجنة. لذلك لو انت سجلت لنفسك اليوم اللي بيعدي هتسجل لنفسك كام كلمة فيها ربنا. يعني كده هسجل لنفسي من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 5 المغرب، الوقت ده انا قلت كام كلمة فيها ربنا ورضا ربنا واخد عليها ثواب،
وكم كلمة في ال7 ساعات دول اخد عليها ذنب؟ هل ده اكتر ولا ده اكتر؟ خلي بالك بقى، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وعشان اصحح معلومة، في بعض الشباب بيظن كلمة رقيب، رقيب على اليمين وعتيد على الشمال، اطلاقا الملكين دي صفات فيهم، رقيب وعتيد. رقيب يعني بيراقبك لا يلتفت عنك لحظة، وعتيد يعني لا يترك عليك اي شيء الا ويكتب. فهو ده رقيب وعتيد وده رقيب وعتيد، دي صفتين فيهم. يبقى احنا عايزين نخلي بالنا لو سجلنا نفسنا، يا ترى طب عمرنا اللي ضاع، الوقت اللي فات عندنا فرصة دلوقتي نجدده، نتوب نرجع من جديد. فأولئك يبدل الله، أيوة كملوها، يبدل الله سيئاتهم. أنت طب قولها كده، سمعها لنفسك، أنت قولها لنفسك، أيوة وأنت قوليها لنفسك، يبدل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إمتى بقى ده ربنا يعمله معانا؟ لما نتوب ونقف نخبط على الباب ونقول إحنا آسفين وما لناش غيرك، وإحنا قاعدين دلوقتي ناويين إحنا نصلي ركعتين توبة بعد ما الحلقة تخلص. كل ده يحصل. طب ليه عايزين نعرف ربنا؟ هناخد معنى من المعاني برضه. 1، تحقيق إياك نعبد. احنا هنكمل ليه هنعرف ربنا، بس هنطلع لفاصل هنصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنرجع في قلب جديد. هنستنى بعد الفاصل تليفوناتكم ورسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تليفونات القناة، هنستناكم بعد الفاصل، فخليكم معنا في قلب جديد، لسه عندنا كلام كتير. يا مقلب القلوب قلبي إذا كميل، فلا تدع قلبي عن هواك. برنامج الأذان الآن على تليفونك المحمول. حمل على تليفونك المحمول أجمل أصوات الأذان. اتصل من أي محمول على 57-84 أو من أي خط أرضي على 093-883. أشهد أن لا، واجعل على تليفونك أجمل أصوات الأذان. فقط اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. اتصل من أي محمول على 57-84 أو من أي خط أرضي على 093-883، ونزل على تليفونك أجمل البرامج الإسلامية، برنامج أسماء الله الحسنى، برنامج القبلة ومواقيت الصلاة، برنامج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج المصحف. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. لإعلاناتكم على قناة الندى يرجى الاتصال على الأرقام التالية.
قلوب قلبي إليك أميل، فلا تدع قلبي عن هواك. هنكمل قلبي يعرف ربي. هنتكلم على تحقيق إياك نعبد. كلنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، والرب هو الذي يربي. الرب هو الملك، هو السيد، هو الذي يأمر، هو الذي ينهي. لازم نسمع الكلام. لما الرب سبحانه وتعالى يأمر سمعنا وأطعنا. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، هو الملك، هو اللي بيدبر الأمر، هو اللي بيسر الأمر. يبقى إياك نعبد اللي بنقولها لو بنصلي الفريضة، يبقى عندنا 17 ركعة ب17 سورة فاتحة فيها كلمة إياك نعبد. عهد بيتجدد كل صلاة، إياك نعبد يا رب، أنا ما بعبدش غيرك. بس اوعى يدخل حد يعمل لك مشكلة في الحتة دي. أصل أحيانا في ناس بتظن إن المشاكل اللي حواليها ومديره في الشغل وفلان الفلاني معارفه وسلطاته وقوانينه هو اللي هيدمر حياتي، وهو بيقول لك ربنا ما يجعلني من قاطعين الأرزاق. هو في حد يقدر يقطع رزق حد؟ هو في حد يقدر ياخد من عمر حد ثانية؟ هو في حد يقدر ياخد من رزق حد قرش؟ مفيش، ما عندناش، ما عندناش، مش موجود. ومن هنا إياك نعبد. صدق في العبودية واضح. مهما كان، مهما صعبت الأمور، ومهما كانت الدنيا ملخبطة، خليك إياك نعبد يا رب. كل العبادة دي لوجهك الكريم، بصلي علشانك، بصوم علشانك. حتى لو الناس استهزأوا مني إن أنا صايم في شغلي، أو الأصحاب في الجامعة لما الأذان يأذن روح أصلي في مسجد الكلية ولا في الجامعة، فالناس تسخر مني وأصحابي يقولوا أنت هتعمل فيها شيخ وعيش شبابك ولسه قدامك وقت طويل، وأنت ليه مضايق على نفسك؟ أو بنت لسه لبست حجابها وبدأت تصلي وما شاء الله نور ربنا كده يعني طغى عليها وبقى حاجة جميلة، فتقول بيقولوا لها أنت ليه كده؟ أنت والله من غير الحجاب كنت أجمل بكتير من الحجاب. أنت ليه معقدة؟ أنت ليه؟ آه خلي بالكم، ده دي من العلامات الجميلة إن ربنا فتح لك الباب ولك تعالى. بس استحمل شوية التعب دول عشان تثبت وتقف. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إياك نعبد، إياك نعبد. عمر ما حد هياخد عبادة ربنا من قلبي. أصل في حرامية كتير، مش بس بيسرقوا الجيوب ولا أبدا، ده دخل يسرقني من جوه، ده دخل يسرق قلبي. مرة من المرات واحد راح بيسأل الشيخ، فبيقول له شيخ من التابعين، فبيقول له بيقول له أنا دخل اللص فسرق بيتي. قال كم سرق؟ قال بضعة دنانير، شوية فلوس. قال احمد الله انه لص يسرق ما في الجيوب، ولم يكن لص يسرق منك ما في القلوب. لو سرق منك ايمانك ولا اخلاصك ولا تقواك ولا حبك لربنا ولا حبك وشوقك لسيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتدفع كم ونجيب لك القلب ده؟ اياك نعبد. اياك نعبد ليها ثلاث ابعاد. اولا نعمة الايجاد، نعمة الإيجاد، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة الإيجاد. اثنين نعمة الإمداد. ثلاثة نعمة الهدى والرشاد. تعالوا نقف مع كل واحدة شوية. نعمة الإيجاد، من الذي أوجدنا؟ احنا جينا ازاي؟ من الذي خلق؟ الله سبحانه وتعالى. فربنا أوجدك في الدنيا، جابك. ما تسمعوش بقى الكلام اللي بيتقال جئت لا أدري من أين أتيت، ولكني أتيت فوجدت طريقا أمامي فمشيت. ما عندناش الكلام ده، احنا عارفين مين اللي خلقنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربنا خلقنا نسلم له سبحانه وتعالى. يبقى إذن نعمة الإيجاد أن ربنا عز وجل خلقنا، ونحن في قمة اليقين أن الله عز وجل رزقنا بنعمة، نحن موجودين دلوقتي عايشين، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بنعمة الهدى والرشاد علشان تكمل النعمة. يبقى نعمة الإيجاد أن ربنا عز وجل أوجدنا. لذلك امرأة عمران لما كانت حامل قالت إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. يا رب اللي في بطني أنا نظرت ليك، يا رب خلي لي شأن، يا رب احميه واحرسه من الحرام، يا رب اصلح به الناس واصلح به الدنيا. إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كل أختي بتسمعني دلوقتي لو كانت حامل، قول الدعوة الجميلة دي، يا رب اللي في بطن ده أو سواء بنت أو ولد، يا رب اجعله عبد خالص ليك، عبد مخلص ليك، اجعله كده على إيده عزة الدين ورفعة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ومنهجه
آه يا إيه العبودية الجميلة دي؟ إيه الكلام الجميل ده؟ في ناس فعلا بتعمل كده. كمان نعمة الإيجاد إن ربنا عز وجل أوجد لنا الحاجات اللي جوانا مش عارفين تيجي منين، تتحرك إزاي. ودي النعمة التانية، نعمة الإمداد. أنت بتاخد نفسك يدخل ويطلع، لا احنا عارفين دخل ازاي ولا طلع ازاي، او دخل من البق ولا من الفم، من الانف ودخل وطلع وخلص. عمل ايه بقى لما دخل؟ المخ بيتغذى على الاكسجين، والقلب عايز اكسجين، والدم الدوره الدمويه اتحركت. حد فينا بينزل يزق قلبه عشان يديله نفس، حد فينا بينزل يخش معدته يزقها عشان تهضم، حد فينا لما بيجي يدخل الحمام يقدر يمنع نفسه اكتر من وقت معين. كل ده شغال اوتوماتيك. الاكل يدخل يتهضم، يستفاد منه الجسم في حاجات، وحاجات تانية غير مرغوب فيها تطلع. الرجل دي بتتحرك ازاي لما ادي اوردر او امر من دماغي ان انا عايز اعمل ايدي كده ما اتحركت خلاص؟ الامداد، ربنا خلى جسمك بيسمع كلامك. عشان كده ربنا يعافينا ويعافيكوا الناس اللي تعبانه بامراض كذا ولا امراض كذا، الفكره ان الايدي دي عقله يدي له امر ولا اوردر انه يتحرك ما يتحركش، فبقى تعبان ومقعد ومش قادر ومستحمل وراضي عن قضاء ربنا معاه وهذا الابتلاء، وربنا يصبره عليه. ده نموذج من الناس، وده نموذج من الناس. نعمة الإمداد إنه ادالك كل حاجة، فتح عليك في كل حاجة، اداك مخ وعرفك. في ناس مش عارفة تنام، في ناس ما بتعرفش تاكل، في ناس محرومة من أكل كتير ومن ماء ومن شرب كتير، وفي ناس تعبانة ما بيعرفش يدخل حمامه لوحده، وفي ناس هي دي نعمة الإمداد، إنه يمدك. لو أي حاجة من دي وقفت الجسد يقف فتموت. نعمة الإمداد. النعمة الثالثة نعمة الهدى والرشاد. زي ما أهل الكهف كانوا بيدعوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدعوة الجميلة دي، يا رب خلينا من الراشدين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يرشدون، يفهموا يستوعبوا، يبقوا عارفين. عارف لما ترشد حد يقولك انت بترشد لحد مثلا، او مرشد سياحي. مرشد يعني عمال يوضح ويشرح ويقول له تعمل ايه ودي جات ازاي. فلما ربنا عز وجل يرزقك الرشاد انه ربنا يفهمك ووعيك ده بيحصل معاك ليه وتعمل ايه وايه المطلوب منك، نعمة كبيرة قوي. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ما اعلم من اله يرجى فضله ويؤقل من رزقه وفي نفس الوقت يطرق أمره، يطرق أمره ويسأل مغفرته. هل علمتم من إله يفعل ذلك؟ حد واخد باله من المعنى ده؟ هي دي لذلك هي نفس واحدة، هي نفس واحدة، ما لناش غيرها. لما كانتش النفس دي في سبيل الله، أمال هتكون في سبيل مين؟ في سبيل دنيا ولا شهرة ولا مال ولا منصب ولا شهوة ولا جاه ولا صحبة؟ لا، هي نفس واحدة فلتكن في سبيل الله حياة كاملة. لذلك ربنا عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كل الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة. يبقى عندنا من معاني إياك نعبد إن احنا نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد. احنا بعد شوية هنفتح، او من دلوقتي ممكن نفتح تليفونات اللي عاوز يدخل معانا يتكلم معانا واحنا مكملين مع بعض. طيب الحاجة التانية اللي عايزين نتعلمها، عايزين نتعلم اياك نستعين. يبقى اياك نعبد واياك نستعين. طب احنا يا رب عرفنا يعني ايه ان احنا عايزين نعبدك، فقلبي يعرف ربي. عايزين نعبدك عبادة صادقة خالصة ملناش غيرك. اقف اصلي، يبقى انا كل دماغي وتفكيري وقلبي متجمع في السجاده اللي انا بصلي عليها، كل دماغي وتفكيري وقلبي متجمع مع المصحف اللي انا ماسكه، انا في شغلي انا عندي كميه اتقان كبيره جدا، انا متقن عملي، انا لما بساعد حد بخدمه وبعمل خير. انما نطعمكم لوجه الله، تجديد معاني العبوديه، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش انا بعمل الخير ده علشان الناس تقول ان انا عملت،
فالناس تطلع تقول لك خير ان تعمل شر ان تلقى، كلمة غلط، لا خير ان تعمل خير ان تلقى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يبقى ربنا بيقول هتعمل خير هترى خير. طب الناس زعقوا لي وانا زعلت فقلت خير ان تعمل شر ان تلقى، ما هو شر ان تلقى لو انا عملت العمل ده عشان الناس تتكلم عني وتشاور عني وتقول ده عمل وما عملش، وده مش حقيقة. احنا بنعمل الحاجة دي لله، يبقى اياك نعبد عبادة كاملة لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المعنى بوضوح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. واحد عايش بيعبد قرشه، واحد عايش بيعبد رئيسه أو مديره، واحد عايش بيعبد فلان الفلان اللي بيحبه ولا بيسمعه ولا واحد عايش كده، واحد عايش بيعبد شهوته، شهوته اللي ماشياه ومحركاه، واحد عايش بيعبد فلوسه القرش حتى لو من حرام. أصل القرش اللي داخل الجسم ده لازم يكون حلال، القرش لو كان حرام يدخل يبوظ الجسم. كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، بوظ الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث واضح وصريح: لأن يأخذ أحدكم حبله، يأخذ الحبل بتاعه فيحتطب، يجيب خشب يكسر من الشجر ويقطع فيحتطب، خير له من أن يضع في فيه ما حرم الله. أفضل وأحب عند ربنا عز وجل من أن هو يضع في فمه شيء ربنا عز وجل محرمه، يعني شيء حرام. صدق في العبودية ووضوح في العبودية. ولذلك جاء في الأثر، قال رواه الحديث القدسي، رواه الإمام الخطيب في العقيدة حين قال: قال الله عز وجل يا عبادي إني لم أخلقكم، إني لم أخلقكم لأستعين بكم على دفع أمر عجزت عن دفعه، ولا لجلب منفعة، ولا لدفع مضرة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولكني خلقتكم لتعبدوني طويلة، طول ما أنتم عايشين بتعبدوني، لتعبدوني طويلة وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلة، تسبحوني صبح وليل وتسبحوني بكرة وأصيلة. معاني واضحة للعبودية: إياك نعبد. يبقى عندنا سورة الفاتحة بتوضح قلبي يعرف ربي. هل احنا فعلا عبوديتنا لله عز وجل ان احنا عباد وفقراء ومتذللين لله سبحانه وتعالى بنفس المعنى وبنفس الاحساس وعايشين كده؟ حينما كان يدعو النبي: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهو من هو اعظم من خلق الله؟ وما كمل من البشر الا النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم من خلق الله كمل صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. يبقى اذا محتاجين نجدد عبوديتنا من جديد لله سبحانه وتعالى. لذلك يمكن القصة الواضحة جدا لما كان سيدنا عبد الله بن رواحة كان جاي من الصحراء بره، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخطف الصحابة في المسجد، فسمع صدى الصوت وهو في عز الحر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا اقعدوا. فعبد الله بن رواحة يقعد مكانه في الحر ده في الجو ده، يقعد. طب الكلام مش ليك، انت بتقعد ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع صحابه في المسجد، ده صدى الصوت. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من حديثه يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم النبي باللي حصل، فيقول يا ابن رواحه ما حملك على ما صنعت؟ انت ليه عملت كده؟ ما حملك على ما صنعت؟ ليه عملت كده؟ فيقول عبد الله بن رواحه والله يا رسول الله، والحديث في الصحيح، ما استطعت أن تسمع أذني منك كلمة ولا أنفذها. ما أقدرش وداني تسمع منك كلمة وأنا ما أقدرش أنفذها، ما أقدرش أعملها إزاي، ما أقدرش أعمل كده. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ومش دعا له بس، ده دعا له ودعا لكل واحد هيعمل زيه. فدعا له النبي وقال زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبودية بجد، عبودية بجد واضحة، واضحة وضوح شديد، تذلل وانكسار لله وضوح. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما جه في مرة من المرات وكان بيتكلم مع ابنه سيدنا عبد الله بن عمر، فلقى سيدنا عبد الله بن عمر كان عنده إبل، عنده تجارة، عنده فلوس فاشترى بها إبل، وكان في راعي بيرعى الإبل دي مع بعض الإبل التانية. فيقابل سيدنا عمر
سيدنا عبد الله بن عمر ابنه، فيقول له: يا عبد الله، أهذا مالك؟ الفلوس دي بتاعتك؟ يعني الإبل دي، التجارة دي بتاعتك؟ قال: نعم. قال له: أتسرح هذه الإبل مع إبل المسلمين؟ يعني دي مع غيرها من الإبل، وفي راعي بيرعى كل ده؟ طبعا بيدفع ثمن للراعي اللي بيرعى، وبيدفع ثمن أكلهم وشربهم. فقال: نعم. طبعا كمل بعد الاتصال. سلام، معانا مين؟ أستاذ شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ شريف؟ أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وفي العاملين في قناة الندى. ربنا يكرمك وينفع بيك ويصلح حالك ويسعدك دايما. أعزكم الله. والله أنا كنت بس حابب بسأل عن الاستمرارية، في ظل الفتن اللي احنا بنتعرض ليها طبعا من جميع الاتجاهات. ده سؤال بصراحة، يعني أنا شايف إن محتاج حضرتك تجاوبني عليه وتقول لي إزاي إن احنا نقدر نستمر نثبت، يعني إزاي نثبت على الطاعة ونستمر. بالظبط، تمام. إن احنا نقدر نستمر على الثبات في الطاعة في ظل كل الأمور اللي بتعصف بالقلوب، وحضرتك يعني خير شاهد نحن والعنين. طيب، مع الخط فصل. طيب هنجاوب. علشان نثبت على الطاعة، سؤال جميل جدا ومهم جدا. علشان نثبت هنقول وصفة هي في ظاهرها ان هي بسيطة، بس هي مهمة جدا ومؤثرة جدا. علشان نثبت هنعمل 5 حاجات. اول حاجة هنحافظ على الصلاة في وقتها، نحافظ على الصلاة في وقتها على الاقل من ال5 اوقات 3 اوقات في المسجد. يبقى هنحافظ بداية على الفريضة: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. بس في الاول ان الفريضة هي الاصل. يبقى عندنا اولا فريضة، عندنا 5 اوقات نصليهم في اوقات، ومن الصلاه كانت على منين كتابا موقوتا. يبقى هنحافظ على الصلاه في وقتها على الاقل من ال5 صلوات 3 صلوات في المسجد، نغير بيهم جو ونشوف ناس مختلفه ونصلي وراء امام ونعيش حياتنا. معانا تليفون تاني. طيب ناخد استاذ علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. بخير الحمد لله. يعني حلبت اهلا وزادت سهلا على جلسه الندى، فالله عز وجل ان يجزاك خير الجزاء يا رب كلنا يعني. ان شاء الله. اللهم امين. يعني الله عز وجل يقول: ان في ذلك لذكرى من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. فالله عز وجل ان يجعل لنا قلبا يستنير بما تقول وان نتعلم منكم يا رب. انا بس كنت عايزه اوجه رساله بس ان احنا يعني في هذه الفتره ليكن شعارنا جميعا يعني: سب رجل عمر بن عبد العزيز ذات يوم فقال له عمر: لولا يوم القيامة لأجبتك. فليكن هذا شعارنا في ظل هذه الأجواء التي تحيط بنا: لولا يوم القيامة لأجبتك. وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم، يعني فلنحسب ألسنتنا: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل إيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورتهم، فإنه من يتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته وفي قعر داره. يعني الله عز وجل ان يسترنا جميعا وان يحفظ لنا اعراضنا والسنتنا وان يبارك فيكم وبكم وعليكم. السلام عليكم. اشكرك، شكرا جزيلا، شكرا. طيب، يبقى احنا قلنا علشان طبعا بشكر استاذ علاء على المداخله الجميله وعلى التذكره الجميله، وهنكمل اجابه السؤال ان احنا عايزين 5 حاجات هيكونوا ان شاء الله نستمر عليهم يكونوا ثبات للطاعه. اولا الفرائض في وقتها على الاقل 3 اوقات في المسجد. الحاجه الثانيه لازم يكون ليا في اليوم نوافل. يعني احنا عندنا 12 ركعه نافله، ما ينفعش ال 12 ركعه دول انا ما بصليهمش. ما ينفعش صلاه الضحى اللي هي ركعتين الصبح بعد الشروق ما ينفعش ما اصليهمش. ما هو النوافل دي دليل وعلامه على حب ربنا ليك وان انت هتستمر. يبقى انا محتاج فريضه، 2 نافله. 2 نافله. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. اهو يزال من الاستمراريه. علشان كده احب الاعمال الله اقلها وان دام. يعني حاجات قليله بس تستمر عليها. فعلى الاقل عندك 12 ركعه في اليوم سنه، صلي 4، صلي صلاه الضحى ما تعدهاش، صلي ركعتين قبل ما تنام، صلي الوتر قبل ما تنام. يبقى اذا دي رقم 2. رقم 3، ما ينفعش يعدي يوم علينا كمسلمين واحنا ما بنمسكش المصحف في ايدينا نقرا على الاقل حتى ربع 10 ايات على الساعه. احسب 5 دقائق او 10 دقائق واقعد اقرا. اصل انا بمسك المصحف الشيطان بيشغلني وعايز اخلص بسرعه. لا، احنا مش هنعمل كده، احنا مش عايزين نستعمل الطريقه دي. لا، احنا على الساعه في هدوء شديد جدا نعمل حاجه اسمها الهدوء النفسي. دي حاجه بندرب عليها في علوم القياده، حاجه اسمها الهدوء النفسي. اهدى كده بالراحه، خد نفس، امسك المصحف، و10 دقائق الساعه قدامك، لو سمحت افصل موبايلك ال10 دقائق دول او اعمله سايلنت يعني، وركز مع ربنا 10 دقائق. اقرا كلامه ده، ربنا مختارك دلوقتي تقرا كلامه.
سبحانه وتعالى. هو في اعلى من كده ولا اعظم من كده؟ ابدا. واقعد اقرا واحده واحده، مش بكم بقى انت قريت كام ايه بعدين المصحف يتقفل فما تعرفش انت كنت واقف فين. لا مش عايزين كده. يبقى فريضه، اتنين نافله على الاقل صلاه الضحى الوتر قبل ما تنام، ركعتين حتى قبل ما تنام، رقم ثلاثة ورد من القران ثابت لا يتغير، رقم أربعة صحبه كويسه. يا جماعه ما ينفعش نعيش حياتنا وصحبتنا مضيعانا، لازم نعيش حياتنا وصحبتنا بتشجعنا بتزقنا بتنافس معانا. عندي صاحب كده لما اقع شويه اقول له ايه الاخبار انت ايه زقني. النهارده احنا بندور على الصاحب ده اللي يلتمس ان في صاحب هيزقه ويشجعه ويساعده يمسك فيه. سيدنا عمر بن الخطاب يقول ما انعم الله على عبد النعمه بعد الاسلام خير له من صديق صالح. اعظم نعمه بعد الاسلام الصديق الصالح، امسك فيه هو اللي هيزقك ويعينك ويثبتك وياخد بايدك. علشان كده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مش واحد بينافس واحد، لا ده مجموعه مع بعض. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر مجموعه. يبقى احنا محتاجين فريضه، محتاجين النوافل، ثلاثة ورد من القرآن، أربعة صحبة صالحة. صحبة صالحة. خمسة إيه هدفك في حياتك؟ عندك كم هدف؟ حضرتك عندك كم هدف؟ عندي هدف أو اتنين أو تلاتة، عارفهم كويس؟ أنت بتسعى إن أنت توصل ليهم؟ يا سلام لما يكون هدف أو اتنين أو تلاتة وأنت أهدافك دي مربوطة ومتعلقة بإرضاء الله. انا عايز احقق طموحي وابقى ناجح ومشهور ومعايا فلوس وعيش حياه كريمه، ايوه وبرضه ربنا عشان ربنا يبارك. ما هو لا ينال ما عند الله الا بطاعه الله. لا ينال ما عند الله الا بطاعه الله، مهما نروح ونيجي يمين وشمال مش هنول الا اللي ربنا كاتبه لنا. طب لو انا على معصيه وعلى سيئات وعلى ذنوب كتيره وربنا ادالي برضه اللي انا عاوزه، خلي بالك بقى ده استدراج، دي مشكله، ده استدراج، ده استدراج. يبقى هنقع، هيبقى حصل لنا مشكله، هنقع، الوقعه مش هتبقى كويسه. يبقى العبد اذا رايت الله عز وجل يعطي العبد وهو مقيم على المعصيه فانما ذلك استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا لازم ناخد بالنا من الاستدراج. ده ضايع وعنده فلوس وعنده وبابا معاه استدراج عشان يبقى ما عندوش حاجه ثانيه بقى جاب اخره. طيب ناخد معانا مين؟ طيب معانا مدام نجوى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا دكتور شيرين؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، انا سامع حضرتك كويس. طيب بالنسبه لتربيه الاولاد بتتكلم حضرتك عليهم؟ تربيه الاولاد. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور شيرين؟ اهلا وسهلا، انا حضرتك بس ممكن حضرتك تقعد التلفزيون؟ لان الصوت بيتكرر بس. بالنسبه لتربيه الاولاد احنا أيوة. بنقعد نقول لهم حاجات في البيت وبيطلعوا يلاقوا عكس الكلام ده بره، ومهما بنقول لهم ما بيسمعش الكلام. تمام. سواء حرام او حلال كده العيال بتعاند. طب بتكوني مش عارفين نعمل ايه؟ بتكون النصيحه من حضرتك ليهم مباشره؟ يعني ما تعملش او اعمل، يعني بتكون النصيحه بشكل مباشر ولا بغير وبنوع؟ ساعات غير مباشر وبنوع والله. يعني طيب هل الوقت المناسب بقول لهم فيه. تمام، هل لما ما بيعملش الحاجه دي بنقول له نفس التعليقات؟ يعني احنا ما فيش فيك فايده وانا زهقت منك وانا، هل بنقول نفس التعليقات ولا طبعا ما هي دي من ضمن دي بتكون من ضمن المشاكل، ان احنا هو عارف ان هو. طب لما بيعمل حاجه حضرتك بتشكريه وتقولي له يلا كمل وانت أيوة كده وساعات اقول له مثلا هديكوا فلوس على اللي انت هتعمله صح، هنكافئك يعني. تمام. وساعات اعاقب اقول مثلا هعاقبكم، بس ما بعملش بصراحه يعني العقاب. طب هو يعني سنهم قد ايه تقريبا؟ يعني اعداديه وابتدائي. طيب والدهم علاقته بيهم عامله ازاي؟ كويسين الحمد لله. يعني اصحاب ولا بابا وانا ابنه؟ يعني بيسمع لهم بيكلموا مع بعض؟ الخط فصل؟ طيب معلش يا مدام نجوى احنا بنعتذر، الخط فصل. هي القصه كلها ان السن ده بيكون سن فيه ثلاث صفات، دي صفات نفسيه شويه، انه بيعاند، اثنين ما بيحبش النصيحه لا يقبل النصيحه المباشره، رقم ثلاثه ان هو بيميل لخارج البيت عشان يحس بشخصيته وان هو كبر وان هو الراجل وان هو اللي هنا واللي هناك. فعشان كده لازم بابا يصاحبه ويفتح له مجال كده ان احنا اصحاب فيهزروا ويضحكوا ويخليه يفضفض يقول اللي هو عايزه. رقم اثنين
لازم نديله جايزه، نكافئه لما يعمل حاجه كويسه ونشجعه ونحمسه. رقم ثلاثه، لما ما يعملش احنا طلبناه منه ما ننهروش، انت فيك ما فيش فيك فايده، وانا حاولت معاك كتير وانت كده وانت 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 وانت، فنرجع للعقاب. لا، مش عايزين نرجع للعقاب بسرعه، عايزين ناخد شويه وقت ونديله فرصه واثنين ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. في حاجه بنسميها في علم التربيه بنسميها الجهل الذكي، يعني اعمل نفسك مش واخد بالك. ليه؟ لان لو مسكت له على الواحده هيتعقد، وهيبدا بدل ما انت كل حاجه ماسكها له هيبدا يرجع يبص بره، فلان اصحابه مش هيعاقبوه، واصحابه هم بقى الملجا بتاعه والامان والحصن الحصين يعني، فهيلجا ليهم اكتر من وجوده جوه البيت. وقتنا خلص، هنكمل ان شاء الله الحلقه اللي جايه قلبي يعرف ربي، هنكمل في اياك نستعين وغيرها من الحاجات اللي احنا قلناها، فان شاء الله باذن الله نوعدكم، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، نشوفكم ان شاء الله كل يوم اربع الساعه 9 الا ربع، والاعاده يوم الجمعه الساعه 7:30 بعد العشاء. ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده، واشكركم جدا جدا، اسالكم الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فلا تدع قلبي عن هواك.